الفنانة جيهان فاضل تعيش حالة سيئة جدا بعد انتشار هذه الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة أسرار النجوم في الوطن العربي، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن اللي حصل للفنانة جيهان فاضل وأولادها بعد انتشار خبر عملها بائعة جبنة في أحد المحلات في كندا. هنشوف تفاصيل كتير في الفيديو ده، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة اعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. هنكمل الفيديو بس بعد الفاصل. لكم بعد الفاصل. الفنانة جيهان فاضل من مواليد 11 مارس 1973 لأسرة ميسورة الحال، لأب يعمل مهندس معماري وأم تعمل دكتورة في الجامعة. التحقت بالجامعة الأمريكية، أول من اكتشفها كان المخرج خيري بشارة وقدمها في فيلم آيس كريم في جليم مع النجم عمرو دياب سنة 92. بعد كده تزوجت من مصمم الأزياء عمرو حمدي وأنجبت منه 3 أبناء، أدهم وزياد وعليا. بعد كده توفاه الله أثر أزمة قلبية مفاجئة عاشت بعدها الفنانة جيهان فاضل حياة صعبة جدا. الفنانة جيهان فاضل كان آخر أعمالها هو مسلسل تحت السيطرة سنة 2015، وبعد كده تركت الوسط الفني بشكل مفاجئ. كان آخر أخبار انتشرت عنها إنها تعرضت للسرقة وتم القبض على الجاني وسجنه. منذ كم يوم حصل ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تعمل بائعة جبنة في أحد المحلات في كندا علشان تصرف على أولادها وتوفر لهم حياة كريمة، ولم تؤكد أو تنفي حتى الآن الفنانة جيهان فاضل صحة هذا الخبر. ولكن بسؤال الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية، قال إن الفنانة جيهان فاضل كانت متواجدة في الوسط الفني لحد فترة قريبة جدا، وإن محدش ضايقها أو زعلها، وهو بيرحب بيها مرة أخرى في بلدها مصر هي وأولادها، وإنه يرفض الأخبار اللي تم تداولها فجأة. الفنانة جيهان فاضل تعيش حالة سيئة جدا بعد انتشار هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن هي لم تؤكد أو تنفي هذا الخبر حتى الآن والتزمت بالصمت. الفنانة جيهان فاضل قدمت عدد من الأعمال التلفزيونية، منها أرابيسك وحلم الجنوبي وامرأة من زمن الحب، وآخر أعمالها التلفزيونية كان تحت السيطرة. من أشهر أفلامها كان فيلم سهر الليالي اللي قدمته مع الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي وخالد أبو النجا وشريف منير وفتحي عبد الوهاب. طبعا من كل قلبنا نتمنى دوام الصحة والعافية للفنانة جيهان فاضل، والعودة إلى مصر هي وأولادها مرة أخرى، وعودتها للوسط الفني، ويا رب تكون الأخبار دي مش صحيحة وتطلع تنفي هذه الأخبار. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، بس أخبارنا لسه ما خلصتش. استنونا في فيديو جديد في قناتكم، قناة أسرار النجوم.